أخبار اليوم. تغريدات محبي قائد النادي الأهلي حسام غالي موقع التواصل الاجتماعي تويتر صباح اليوم بالتزامن مع عيد ميلاد الكابيتانو 34، معبرين عن حبهم له وتمنياتهم بالتوفيق مع الفريق. وجاء هاشتاج قول هابي بيرثدي للكابيتانو ضمن قائمة الأكثر تداولا في مصر بموقع تويتر. ولد حسام السيد غالي بمركز بيلا محافظة كفر الشيخ عام 1981. بدأ غالي اللعب في نادي بيلا، ثم انضم لناشئ النادي الأهلي وتصعد الفريق الأول، ثم بدأ أول طريق الاحتراف في نادي فينورد الهولندية، ثم توتنهام الإنجليزية، ثم احترف بنادي ديربي كاونتي بدور الدرجة الثانية الإنجليزية، ثم وقع مع نادي النصر السعودي لثلاث مواسم، ثم عاود لبيته القديم النادي الأهلي. فاز غالي مع الأهلي بالعديد من البطولات، منها بطولة إفريقيا عام 2001 والسوبر الإفريقي عام 2002، كما ساهم غالي في حصول فريقه النادي الأهلي على كأس السوبر المصري في افتتاح الدوري المصري عام 2010-2011، وهذه أول بطولة له مع النادي الأهلي، رافعا كأس البطولة بصفته كابتن الفريق. العديد من العروض، منها نادي الأهلي الإماراتي ونادي اتحاد جدة ونادي نيوكاسل الإنجليزية، لكنه أصر على البقاء مع نادي النصر حتى يعود إلى مستواه، ومن ثم ترك النصر وعاد مرة أخرى لناديه الأول النادي الأهلي المصري. هابي بيرثدي الكابيتانو.
فستعرف أخبار اليوم.